أنا طبعاً أكيد كمواطن سوري سأشارك بالانتخابات لأنه هي بالأساس هي عبارة عن حالة مهمة جداً في تاريخ حياة سوريا، وبالتالي هي لكل صوت من المواطنين السوريين له دور في رسم سياسة البلد في المرحلة القادمة. المشاركة بالانتخابات في هذه المرة هي واجب وطني على كل مواطن سوري بغض النظر ينزل يعبر عن رأيه. في عندنا ثلاث مرشحين موجودين، ثلاثة لهم كل الاحترام والتقدير، كل إنسان له رؤيته في المرشح الانتخابي المقدم ببرنامجه على لسوريا. في مرشح معارض ويحترم تقديمه هذا الترشيح، وبالتالي لنا نحن كمواطنين سوريين أن نختار بين هذا أو ذاك أو ذاك. طبعا الانتخابات هي حق وواجب على كل مواطن سوري بأي بقعة جغرافية كان موجود عليها. طبعا اليوم نحن بسوريا عم نعيش حالة جديدة وديمقراطية بالانتخابات، عم نشهد نحن للمرة الأولى مرشح معارض عم يكون ضمن المرشحين الثلاثة لمنصب رئاسة الجمهورية. اليوم الانتخابات هي تضمن أمن وأمان هذا البلد، تضمن أنه تحسن صورة وضع البلد بالخارج. نحن اليوم بمرحلة مفصلية من الواقع السوري، لازم كل مواطن سوري يعبر عن حاله. أنا بدعي كل المواطنين السوريين اليوم وين ما انوجدوا يشاركوا بهاي الانتخابات مع يعني كل الاختلافات بالرأي. وأنا بدعو كل الشعب العربي السوري، كل المواطنين الشرفاء في الشعب العربي السوري أن يخوضوا التجربة الانتخابية، يخوضوها بقوة وبشرف وبنزاهة وبحيادية، وإن شاء الله بتكون بادرة خير لمستقبل زاهر بإذن الله.